السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد حبايبي. اليوم جبت لكم طريقة تحمي فيها الواتساب تبعكم من السرقة، هي التحقيق بخطوتين. طبعا طريقة جدا سهلة وبسيطة. أول شيء راح نروح على الواتساب، طبعا احنا هون عنا واتساب السهري، طبعا ما بتفرق أي واتساب تستعمله، راح نضغط عليه. بعد ما فتحنا الواتساب مثل ما انكم شايفين في نقطتين، في 3 نقاط فوق، راح نضغط عليهم راح يطلعنا هدول الخيارات. راح نضغط اخر خيار هو الاعدادات. هلا راح نضغط حساب، هون راح نضغط التحقيق بخطوتين. هون راح يطلبوا منا الرمز، يعني الشيفرة اللي انتم راح تحطوها، هي مكلفة من 6 أرقام، ويا ريت أي حدا لما بحط هدول الأرقام يحفظهم ما ينساهم أبدا، لأنه إذا أنتم نسيتوهم ما حتقدروا تشغلوا واتساب مرة تانية. المهم رح نضغط تشغيل، وهلا رح أضيف الشيفرة تبعي، هي مكونة من 6 أرقام. رح يرجعوا يطلب منا نكرر العملية. هلا رح يطلب منا بريد إلكتروني، نضغط التالي، راح نضغط حفظ، راح نحط مرتين البريد الإلكتروني بهاي الطريقة. هلا راح نضغط تم، هلا راح نضغط تم، وهلا هيك صار عنا شيفرة. ما في حد، ما راح يقدر حدا يسرق لكم الواتساب تبعكم. وهلا راح يرجع ويطلب منا الرقم، الشيفرة اللي حطيناها نرجع نحطها مشان نفتح فيها الواتس. وهلا هيك بنكون خلصنا، وان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوا تدعموني بلايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد.